راح ناخذ ريد انفو ونرفقه بالفيديو حتى نتأكد وطريقة اخذ ريد انفو انفو العفو. نضغط على الفوليوم داون ونسوي انسيرت للكيبل بجهاز الهواوي. اوكي حاليا دخل بوضع الفاست بوت. راح نفتح ال عفوا راح نفتح ال EFT دينجل برو هذا. نختار واجهة الهواوي، هاي الهواوي. اوكي ونجي منها على الفاست بوت ومنها ريد انفو، نضغط ستارت ومثل ما نشوف هاي المعلومات بالنسبة للإصدار مالت الأندرويد 9.1.0 9.1.0، الحماية 339 339، هذا التوجيه مالتها. اوكي ومثل ما نشوف باقي المعلومات ديفايس يوزر لوك لوكيد وديفايس لوك لوكيد يعني مقفول. طيب راح نجي وياكم على الفلاشة، هاي الفلاشة اللي نزلناها فلاشة الداون جريد، عن طريقة عمل داون جريد وفك حساب جوجل اكونت SDK L21MDV 910. اوكي الفلاشة راح تجي بملف مضغوط ب EF فايل لان نزلناها من سبورت ال EFT دينجل او ال FTP، ففك الضغط عن طريق البرنامج الخاص بالفريق. طبعا ما يصلح فك الضغط عن برنامج ثاني، نضغط منه حتى نسوي انسيرت للفلاشة. خليناها بفولدر اسمه فلاشات، هاي الفلاشات وهاي الفلاشة. اوكي نطي اوبن وننتظر يفك الضغط عن الفلاشة. اوكي يكتمل فك ضغط الملفات ونتابع باقي الخطوات. طبعا اكتمل فك الضغط عن الفلاشة مثل ما نشوف هاي. راح نفتح الفولدر الخاص بالفلاشة اللي فكينا الضغط عنها، هاي هذا الملف اللي نفك الضغط عنه مثل ما نشوفه. ستيب واحد بيتلف او ثلاث تطبيقات او ثلاث فلاشات خلينا نقول هيج. هنا طريقة العمل او كيفية العمل. طبعا الفلاشة بمجرد ما فكيت الضغط عنها بها خطوات العمل كاملة، يعني الفريق نزل كل شيء تماما. شوف ده يقول لك نقوم، وراح اخليها خطوات العمل يعني كتابة بالوصف اسفل مقطع الفيديو. هاي نقوم بفتح EFT برو ونوصل الهاتف بوضع الابجريد مود، يعني مو بوضع الفاست مود. يعني انا حاليا راح اصور الجهاز. اوكي هذا الجهاز راح احاول اصوره حتى اللي ما يعرف يعني انا همات مو قوي ترى بالهواوي، يعني مش وضعي لانه بصراحه اجهزه. هذا الجهاز مثل ما نشوفه اوكي بوضع الفاست بوت. راح نطفي الجهاز. نفتح الواجهة مال ال EFT برو. ما بدأ تصوير الفيديو. شنو الخطوات؟ نفتح واجهة الـ EFT برو، نوصل الهاتف بوضع الابجريد مود. وضع الابجريد مود نضغط او على قولة اخواننا السوريين نبقى كابسين على زر الفوليوم داون والفوليوم اب سوية. اوكي هاي باور اوف، هذا الجهاز نبقى كابسين على زر الفوليوم داون والفوليوم اب سوية ونسوي انسيرت للكيبل. نضيف الملفات. هذا وضع الابجريد مود.
راح نضيف الملفات او مثل مكاتب يعني. نشوف خطوة بخطوة الملفات الاب واحد والاب اثنين والاب ثلاثة الموجودات فولدر ستيب واحد. اوكي هاي راح نجي منه عد سكتوب فولدر اسمه فلاشات هذا نعطي اوبن. اوكي راح نضغط ستارت. نترك اي شيء تماما للدنجل، ما نتحكم بولا شيء احنا. وبدأ مثل ما نشوف العداد او بدأ يتحرك. راح نوقف التصوير حتى مقطع الفيديو ما يصير كبير. مثل ما نشوف 60 ومستمر عملية تمرير الرومة. طبعا هذا الجهاز كمل تحميل الملفات على التمام، فراح نسوي له فورمات من الريكفري. قبل كل شيء نضغط على الفوليوم اب ونسوي انسيرت للكيبل. مثل ما نشوف هذا الجهاز، راح احاول ابعد التصوير. نبقى كابسين على زر الفوليوم اب حتى يدخل بوضع الريكفري. هذا مثل ما نشوف الجهاز، هذا الجهاز راح نضغط وايب داتا سلاش فاكتوري ريسيت، نكتب يس ونعطيه فاكتوري ريسيت. ننتظر حتى يكمل عملية الفورمات. هذا الجهاز حاليا راح نسوي كلير للبيانات. نقفل الاي اف تي، نرجع نفتحه من جديد. نرجع على الخطوة الثانية، فلشنا الثلاث ملفات هاي الموجودة ب مثل ما نشوف دا يسوي فورمات. راح نسوي بالجهاز تنزيل كيبورد او توصيل كيبورد خارجي. بصراحة كيبورد خارجي حاليا ما عندي، طبعا لازم عن طريق هاي الوصلة كي. الوصلة وصلة التايب سي هاي. اوكي بعدين نحكي عنها. راح نضغط على سيف مود، الجهاز راح يقلع يفتح لنا على الواجهة. طيب احنا مخيرين، يا اما ننزل يشتغل الهاتف، بعدها نشغل الهاتف، نقوم بتنزيل كيبورد او توصيل كيبورد خارجي، ونقوم بتوصيل الهاتف بالانترنت، نذهب الى خيارات المطور ونشغل الـ OEM قفل الشركة المصنعة، ومن بعدها نعمل رسيت للهاتف. طبعا احنا راح نحاول نوصل هاي اللي هي تايب سي. اوكي راح نوصلها بالموس الخارجي هيك، ونشوف نحاول نقدر نفعل قفل الشركة المصنعة. نفصل الهاتف.
طبعا هذا الجهاز اشتغل طبيعي على السيف مود مثل ما نشوف. بنشوف انه نقدر نفعل خيارات المطور About هون. مطور متفعله. نرجع على الديفلوبر اوبشن، لازم نوصل. شوف نقدر نوصل له. لازم الا كيبورد او كيبورد خارجي. اوكي، هذا الجهاز فتح على الواجهة طبيعي. راح انزل كيبورد وانقل الجهاز، اثبته هنا وارجع لكم. طبعا حاولنا ننزل كيبورد خارجي لكنه اكو طريقة ما نحتاج بها الكيبورد، وهي شبكة الواي فاي. احنا كل ما بالامر نريد ننزل كيبورد خارجي حتى نقدر نتصل بالواي فاي. ضفنا ملف مدير ملفات بالفايلز اللي هو هذا اخر شيء، كلمة السر لشبكة الواي فاي، فراح نضغط عليها ضغطة طويلة من مور من ريميم، راح نسوي كوبي فقط لكلمة السر اللي هي كوبي منه. اوكي، راح نرجع بدون ما نحتاج اي كيبورد خارجي، نرجع لسيتنج وعلى وايرلس نتورك ومنه الواي فاي، راح نضغط على هاي الشبكة، نطي بيست. اوكي، نطي كونكت. حاليا اتصلنا بالواي فاي. راح نرجع للسيستم. اوكي، ونجي على الديفلور اوبشن. طبعا هذا الجهاز من بعد ما فتح بثغرة السيف مود راح نعمل ريسيت للهاتف، لانه ثغرة قفل الشركة المصنعة إذا جينا وشفناه ما ظهر، فراح نعمل ريسيت للهاتف. عفوا، هاي ريسيت، ريسيت ال سيتنج، ريسيت. اوكي، راح يشتغل الجهاز عندنا طبيعي. راح نسوي ريستارت للهاتف. اوكي، هذا الجهاز سوينا ريستارت للجهاز مثل ما نشوف، فتح الجهاز. اوكي، الجهاز حاليا هذا مثل ما نشوف. راح نتصل واي فاي بالطريقة نفسها اللي جبنا بيها الملف. الملف هذا الملف راح نعمل لنا رينيم. اوكي، راح ناخذ كوبي. هاي كوبي، كانسل. اوكي، راح نرجع للسيتنج، هاي الوايرلس والسيتنج، هاي الواي فاي، شغل الواي فاي، ننتظر. نسوي لصق لكلمة السر، ننطي كونكت.
ننطي كونكت بخطأ كان التسجيل بيست اظهر كل التسجيل فقط حاليا اتصل واي فاي راح نرجع نحول اللغة نحول اللغة للغة العربية حتى يكون العمل من اللغة العربية تم تحويل جهازي وضع اللغة العربية طبعا إذا اجينا وقفلنا الجهاز مثل ما نشوف راح يقول انه لحد الان نجي لخدمات جوجل بلاي إضافة حساب جوجل طبعا مثل ما نشوف انه حاليا الجهاز دا يقول انه غير معتمد بقفل الشركة المصنع بتطبيقات جوجل بلاي راح نفعل قفل التمكين حاليا تم تمكين قفل الشركة المصنعة فراح نجي على اعادة ضبط اعادة ضبط الهاتف اعادة الضبط فورمات حاليا الجهاز دا يعمل فورمات يقلع الهاتف على الواجهة وارجع لكم هذا الجهاز من بعد ما عملنا فورمات راح نختار اللغة العربية اوكي ونعطي بدء استخدام تالي تالي تخطي تخطي مزيد تخطي لا شكرا لاحقا يدويا حاليا تم تخطي حساب الجوجل اكاونت لهذا الجهاز دون اي مشاكل اذا اول مرة تزور القناة اضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى توصلك جديد شروحاتنا المتواضعة تسمعوني ان شاء الله تعالى اقطع فيديو جديد تابع وياي باقي الفيديو طبعا هذا الجهاز تخطينا قفل الجوجل اكاونت وذكرت تابع وياي المقطع حاليا راح نطفي الجهاز ايضا إيقاف تشغيل العفو إيقاف تشغيل حاليا الجهاز أطفيناه بالتمام نجي لخانة هواوي أيضا أوكي ونختار الاختيار الثاني اللي هو فلاش ميولتي أب فايلز أبجريد مود هاي اللي اخترناها بالتفليش الأول أوكي ونضيف الملفات اوكي نضيف الملفات اللي ذكرناهن هاي احنا فلشنا الملف فلشنا الملفات الموجوده داخل ستيب واحد
خطوة واحد، ووصلنا الجهاز بالإنترنت عن طريق بدون كيبورد طبعا عشان التوصيل. انه الفكرة اخذنا كلمة السر، سوينا فولدر بالحاسبة، الفكرة سوينا فولدر بالحاسبة، كتبنا بيه كلمة السر، نقلنا الفولدر الى الجهاز المدير ملفات، دخلنا للجهاز سوينا إعادة تسمية للفولدر الموجود داخل مدير ملفات، أخذنا فقط الاسم، رجعنا للواي فاي لصقنا الاسم. رب سائل يسأل احنا ليش نريد نفلش الجهاز؟ لأنه اكو مشاكل بالجهاز حاليا، خدمات جوجل بلاي، خدمات جوجل بلاي، فراح نجي للديسكتوب. اوكي، الفولدر اسمه فلاشة، فلاشات هذا. اوكي، هذه الفولدر ستيف 2، نضيف الثلاث ملفات، نطي اوبن، ننتظر يضيف الملفات هنا. اوكي، تم اضافة الملفات، اكيد راح نوصل الجهاز عن طريق الابجريد، نضغط على الفوليوم داون والفوليوم اب ونوصل الجهاز ب نبقى ضاغطين. نضغط على ستارت. نترك الجهاز يكمل تفليش. اوكي، ومثل ما نشوف بدأت عملية التفليش هاي على سطح المكتب. يكتمل تفليش الجهاز وأرجع لكم. مثل ما نشوف الجهاز وصل مرحلة 75 أو 80 أو 81 لعملية التفليش حتى نحل مشكلة الكيبورد ومشكلة خدمات جوجل بلاي. نشوف الجهاز اشيك على انتهاء تفليش الفلاشة. تم الانتهاء من تفليش الفلاشة، انتظر الجهاز يقلع وابديت سكسيفول، اقلع الجهاز. هذا الجهاز بصراحة يعني فريق الـ EFT فريق عملاق يعني بصراحة. هذا الجهاز مثل ما نشوف فتح على هاي الواجهة، راح نختار اللغة العربية، هاي اللغة العربية
بدء استخدام. اوكي اختار ال... العراق، تالي، موافق، تالي، تخطي، تالي، تخطي. أزيد، قبول، تخطي، لا شكرا. لاحقا تحديث العنوان. وهذا الجهاز فتح دون أي مشاكل، دون أي مشاكل. لو جينا هنا هذا الكيبورد مثل ما نشوف، عشان أكو كيبورد سيتينج نظام حول الهاتف، ومثل ما نشوف STK الموديل L21، هذا التوجيه والحماية، 339 الحماية، إصدار الأندرويد 9.1.0، طبعا بدقة واحترافية كاملة لهذا الفريق. إذا أول مرة زور القناة أضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى توصلك جديد شروحاتنا المتواضعة، وإذا عندك مشكلة خلي ليها بالتعليقات أسفل مقطع الفيديو. تسمعوني إن شاء الله تعالى بمقطع فيديو جديد. مع السلامة.